أهلا بكم. 4 أسابيع من الإغلاق المشدد في البلاد شهدت انخفاضاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا وخصوصاً في المجتمع العربي. نستقبل الأسبوع القادم بتخفيف جزئي للإغلاق يشمل رياض الأطفال والمصالح الصغيرة. نبدأ حياة جديدة نعيشها بحذر في ظل كورونا. لم يختفي الفيروس ولن يختفي في الأشهر القادمة، ليبقى التعايش هو عنوان المرحلة. تعايش مع الفيروس وليس مع الأزمات السياسية والاقتصادية الناتجة عن قرارات الحكومة وسياساتها. حكومة تشكلت بالأساس كحكومة طوارئ للتصدي للجائحة، ولكنها لم تصنع في عمرها القصير سوى أزمات وصراعات طالت المواطن والاقتصاد والتعليم والصحة والعديد من مناحي الحياة. تتميز هذه الحكومة بكثرة صراعاتها وأزماتها داخل الائتلاف وداخل الأحزاب. يضاف إلى ذلك شهدت البلاد مظاهرات في أكثر من 1000 نقطة تظاهر رغم الإغلاق المشدد والتضييقات. فهل ستقود هذه الطريق البلاد إلى انتخابات رابعة في أقل من 2 عامين؟ عن هذه المواضيع كان لنا حوار مع دكتور مطانس شحادي عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة والصحفي والكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي الطيب غنايم. هناك إصرار من مجموعة أو مجموعات الاحتجاج والتظاهر على إسقاط نتنياهو، هذا الهدف الأساسي المعلن لحركات الاحتجاج أو حركات الاحتجاج، لأنه في شعور أنه حكم نتنياهو ومواقف نتنياهو وسياسات نتنياهو باتت تشكل عائق أو عقبة، يعني في ثمن لا بقاء نتنياهو بالحكم من حيث هذه الفئات، ثمن بال ما يسمى يعني الديمقراطية إسرائيل ومصالح هاي المجموعات، مصالح هاي الفئات. لذلك عنوانهم الأساسي هو إسقاط نتنياهو، وردود فعل نتنياهو تحفز أعداد أكبر من المتظاهرين على المشاركة. ردود فعل الشرطة، استعمال القوة، يعني هاي المجموعات مش متعودة على استعمال القوة من قبل الشرطة، يعني مش زي المجتمع العربي. وهاي ردود الفعل، تقييد الديمقراطية، محاولة نتنياهو إلغاء بالقانون، استغلال وباء الكورونا، استغلال الظرف الطوارئ لقمع المتظاهرين، زادهم إصرار وزادهم قوة وعزيمة على الاستمرار في الاحتجاج لإسقاط نتنياهو على ما يبدو في قناعة عند هاي الفئات أنه دفعوا ثمن اللي ما كانوش يدفعوا بالسابق بسبب حكم نتنياهو، استفادوا اقتصاديا من حكم نتنياهو غض النظر عن يعني الانحراف. والآن كأنها فرصة أيضا، يعني في أزمة ولكن أيضا يوجد فرصة. طيب سأنتقل إليك الطيب. صحيح. يعني كنا نسمع دوما عن عنف الشرطة، خاصة في سياق يعني العرب، عنف الشرطة ضد العرب، الآن بتنا نسمع عنف الشرطة أيضا ضد المتظاهرين. هل من تغيير معين من قبل سياسة الشرطة ضد المتظاهرين اليهود؟ هل من شخص ما يحرك مؤسسة الشرطة؟ اولا العنف ضد المتظاهرين في سياق المظاهرات ضد رئيس الحكومه الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اخذ في التزايد والتعاظم، وهو يعني خلافا للفترات السابقه والمظاهرات السابقه، هذا العنف من قبل الشرطه، القمع والتصدي للمتظاهرين، يبدو وكانه نتيجه تعليمات مؤسسه الشرطه، مش مهم برئاسة يوحنا يعني أو من وزير الشرطة أم من رئيس الحكومة، لكن عمليا على أرض الواقع القمع للمتظاهرين هو مش بسيط. نعم. طيب دكتور مطانس، في كلمات تذكر في المظاهرة، ثورة، يعني ثورة ضد من؟ يعني عندما نتحدث عن ثورة نتحدث عن ثورة ضد النظام، هنا يريدون تغيير نتنياهو فقط. لا، هن يعني هذا واحد من إشكاليات الاحتجاج الإسرائيلي، أنه عادة يكون تحت سقف الإجماع الصهيوني، الإجماع الإسرائيلي، يريدون تعديلات على الحالة السياسية على النظام، مثل ما كان في الاحتجاج عام 2011 تعديل الحالة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية. لا يوجد ثورة بمعناها الطبيعي، لا يوجد طرح لنظام بديل أو منظومة حتى
أخلاقية أو الثقافية أو يعني معتقدات مختلفة، ولا ونحن نرى أنه يعني فئات، بعض الفئات تطرح هذا المصطلح، مش كل الفئات المشاركة بالحراك، ولكن واضح أنه في شيء يتحرك بالمجتمع الإسرائيلي نتيجة نسميه الإجماع اللي كان بالإجماع موجود في المجتمع الإسرائيلي خلال العشر سنوات الأخيرة منذ صعود نتنياهو من 2009 إلى في رجال مؤسسات مهمة موجودة بالمظاهرات زي رجل الموساد السابق. ماذا يشير يعني شخصي وجود شخصيات مثل هاي إلى ماذا يشير؟ هذا قد يؤشر إنه المؤسسة أو الفئة النخب الإسرائيلية فئات اجتماعية إسرائيلية جدية لا يستهان بها، بدأت أو اقتنعت أن حكم نتنياهو واستمرار حكم نتنياهو خطير. الآن الحجة هي الفساد والملفات والتهم، الملفات الموجودة الآن في المحكمة ضد نتنياهو. لم نشاهد لغاية الآن تطور لهذه المطالب بالمعاني المطالب السياسية، يعني لم نرى الاحتجاج يتطرق إلى قضية الاحتلال ولا مكانة معنى المواطنة في دولة إسرائيل ولا مكانة المجتمع الفلسطيني ولا ما هي الديمقراطية، ما هي القيم الديمقراطية يعني أي نظام ديمقراطي يريدين تريد هذا، يعني إذا استمر، إذا هذا الاحتجاج بده ينتج إعادة إنتاج النظام الإسرائيلي لنفسه ولكن بدون نتنياهو، مع توسيع ربما الهامش الديمقراطي للمجتمع الإسرائيلي فقط، يعني هذا الحراك لن يؤدي إلى أي شيء جد وحقيقي. نعم، ولم يغير أي شيء. صحيح، لغاية ربما الحجة الآن يعني يذهبون إلى السقف الأدنى أو القيم المشتركة اللي بإمكانها تجميع هذه الفئات، وهي نعم. التخلص من نتنياهو. طيب، سأبقى في موضوع المظاهرات. نعم، وصلت الفكرة. سأبقى في موضوع المظاهرات معك. طيب، هذه المظاهرات شبهت يعني في بعض النخب أو في بعض المجموعات بأنها شبيهة بحركة الفهود السود التي كانت بالسبعينات، إلى أي مدى يوجد تقارب في بين هاتين المجموعتين؟ مريم، فيش تقارب بين ما يحصل الآن على أرض الواقع داخل دولة إسرائيل وبين ما حصل من حركة أو ما قامت به حركة الفهود السود في السبعينات من القرن المنصرم، لأنه الفهود السود كانت حركة أيديولوجية خلافا للتيار المناهض لنتنياهو الآن، وهو تيار مش أيديولوجي، هو تيار ارحل نتنياهو، هو تيار فقط لتغيير رئيس الحكومة الذي سئمت الجماهير من حكمه أكثر من 13 سنة على الحكم. فالأيديولوجية في يعني في الشارع الآن هي مفقودة، البوصلة التي تحرك الجماهير هي خلع نتنياهو، خاصة بعد جائحة الكورونا وبعد الإغلاق، وخاصة على وجه الخصوص الإغلاق الثاني، يعني حصلت أضرار مادية على أرض الواقع ما أدى إلى تجيش هذه الجماهير، أما أنه في أيديولوجيا وراء ذلك لا. طيب مطانس، يعني هل برأيك كل هذا سيؤدي أو الأزمة في الائتلاف الحكومي بالإضافة إلى المظاهرات في الشارع قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة؟ اولا اسمح لي ان يعني انا اختلف مع عزيزي الطيب، الاختلاف عن الفود السود انه هذه كانت مجموعه اثنيه يعني من خلفيه شرقيين وكانوا مضطهدين سياسيا واقتصاديا، هذا اختلاف جدي وجوهري الان، ولكن لا يمكن اسقاط الجانب الايديولوجي من الاحتجاج، لانه هناك هاي يعني في فئات همشت، فئات اجتماعيه اقتصاديه سياسيه جديه بالمجتمع الإسرائيلي همشت في العشر سنوات الأخيرة، نخب جديدة تحل مكان هاي النخب القديمة عمليا، صحيح لها طابع الهوية إثنية واقتصادية واجتماعية، لكن همشت وتحاول أن تعود للتأثير على المشهد السياسي في إسرائيل. الأحزاب السياسية فشلت في يعني تمثيل هذه الفئات والتأثير على صناعة القرار، جربوا إيجاد مستقبل، جربوا إزرق أبيض، جربوا قبلها أحزاب أخرى، فشلت جميعا، والآن يضطرون إلى النزول إلى الشارع للتأثير. صحيح فيش مشروع، لكن لا توجد قيادة أيضا، يعني نزلوا الشارع، هل من قيادة؟ صحيح. لا توجد قيادة حقيقية للشارع. لا، هاي ربما تكون ميزة أفضلية، يعني هذا إشي إيجابي، إنه فيش قيادة تقليدية. في قيادات إحنا ما نعرفها، في قيادات ميدانية، في قيادات سياسية، ولكن مش القيادات التقليدية، النخب السياسية الحزبية التقليدية. لابد أن يفرض هذا يعني الحراك
نخب أو قيادات جديدة مثل ما فرز حراك 2011. بعض النخب فشلت لأنه ما تطرقت، ما اشتركت مع مضمون يعني القضية الأساسية وهو جوهر النظام وطبيعة النظام في دولة إسرائيل. هذا الاحتجاج سيفشل أيضا إذا لم يشتبك مع الإشكاليات الحقيقية ربما في النظام الديمقراطي في إسرائيل أو في النظام. صحيح، ولكن لابد نعم وصلت النقطة. طيب يعني باختصار، بما أنه مطانس بدأ يتحدث عن النخب في إسرائيل وعدم وجود نخب تقليدية، دعنا ننتقل للنخب الغير تقليدية وهي بنت. في الاستطلاع الأخير نرى بنت يتقدم يتقدم فعلا عن ما سبقه. هل برأيك بنت سيكون منافس لنتنياهو في السنوات الأخيرة؟ باختصار لو سمحت. حسب الخارطة السياسية المستقبلية للسنوات القريبة، هو أحد الأصوات التي من شأنها أو أحد الشخصيات، إحدى الشخصيات التي من شأنها أن تشكل خطرا على نتنياهو ومرشحة قوية لرئاسة الحكومة، إلا أنه نتنياهو حاليا هو من يتربع على عرش هذا، يعني خلينا نقول على الكرسي رئاسة الحكومة. 90% من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي ضد التطبيع، ويصف البعض هذا الإعلان بالخيانة وفقا لتقرير إسرائيلي. فبعد شهر عن إعلان التطبيع، هل حققت صفقة التطبيع ما أرادته؟ عن هذا الموضوع تحدثنا مع دكتور ثابت أبو راس، محلل سياسي ومدير مشارك في مبادرات إبراهيم. واضح جدا أننا نفرق بين الشعوب العربية والأنظمة العربية. الشعوب العربية بغالبيتها الساحقة ضد التطبيع وضد أي اتفاق السلام، تتجاوز ما بين أي دولة عربية وإسرائيل، تتجاوز الشعب الفلسطيني وحقوقه. قلوب الشعوب العربية مع الشعب الفلسطيني، ولكن الأنظمة الخليجية بالذات، الأنظمة العربية بشكل عام تعمل ضد مصالح شعوبها وضد مصالح الأمة العربية. لهذا السبب من هون أجا الاعتراض على اتفاقية التطبيع القائمة. أصله الحديث يدور عن اتفاقية سلام، وكأنه اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات. لم تكن الإمارات بحالة حرب مع إسرائيل حتى توقع مع اتفاقية سلام أو تطبيع. هناك يتحدثون عن مصالح بين البلدين. نعم، هناك مصالح بين النظامين أكثر وليس بين البلدين، لأنه برضو إحنا لما نحكي عن الدول العربية الشعوب العربية وأيضا الأنظمة العربية تختلف كلها عن بعض. نعم، يعني يجب أن نفرق بين نظام، ويجب أن نفرق أيضا بين دولة ونظام وشعوب. طب تحدثت عن المصالح السياسية، ما هي مصلحة إسرائيل من إعلان هذا الاتفاق، من اتفاق التطبيع؟ إسرائيل إلى مصالح كثيرة تحاول من خلال هذا التطبيع أنه تطور هذه المصالح. أولا على الصعيد المحلي، إسرائيل دولة اللي بتصدر سلاح، بتحاول إنها تتوسع اقتصاديا، وترى في الإمارات إنه ممكن تكون نقطة عن طريق تصل لعدة دول عربية، لعدة ساحات أخرى في أفريقيا وآسيا، ليس فقط اقتصاديا وبيع سلاح. أنا أعتقد إسرائيل تحاول أن تسوق نفسها كقوة عالمية في التكنولوجيا وغير هذه الأمور. حتى الإمارات كان لها علاقات اقتصادية مع إسرائيل حتى الآن بمقدار مليار دولار سنويا وبدون أي علاقة. واضح جدا أن حلم إسرائيل أنها تقفز إلى عشرات مليارات الدولارات من التبادل التجاري، ولكن أهم من ذلك إسرائيل تحاول أن تلعب في الساحة الخلفية لإيران على المستوى الإقليمي. مثل تقول لإيران عمليا، أنتم تلعبون في الساحة الخلفية لإسرائيل في سوريا، نستطيع أن نلعب في الساحة الخلفية لكم، وحتى أنه نشن هجمات من الخليج ضد إيران. فهذا سبب آخر، ولكن أيضا في مصلحة كبرى لإسرائيل. إسرائيل تحاول أن تسوق نفسها دوليا أيضا، إن المشكلة هي الفلسطينيين الذين يريدون السلام، هاي أنا أصلح السلام مع الدول العربية، سلام مقابل سلام بدون حتى ما إسرائيل تخسر أي شيء. سلام ببلاش يعني من وجهة نظر إسرائيل. إسرائيل فقط ربحاني والخاسر هو الأمة العربية. استراتيجية السلام مقابل السلام. نعم، الحديث يدور عن سلام مقابل سلام، ومفيش شيء من هون، يعني فيش شيء من هذا القبيل. هناك قضية الشعب الفلسطيني موجود، وهناك قضية فلسطينية يجب حلها، حل عادل، التي يعني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
وأيضا عاصمتها القدس. بدون ذلك لا يمكن يكون أي حل. الآن مؤسف جدا أن الإمارات كانت جزء من الدول العربية من خلال مبادرة السلام العربية اللي عمليا حاولت وابتزت الشعب الفلسطيني أن يتراجع عن بعض الأمور، وبالفعل كان هناك تراجع في مبادرة السلام العربية. الآن الإمارات تتراجع حتى عن مبادرة السلام العربية وتتقدم نحو سلام مع إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا حتى على الثوابت، يعني الثوابت التي تعودنا عليها كشعوب عربية. سأنتقل معك إلى الولايات المتحدة، يعني تقترب الانتخابات، نحن نتحدث عن يعني 3 أسابيع. ماذا قد يحصل أو ماذا سيغير في حال خسر ترامب المعركة أو ربحها؟ كل الاستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن ترامب سيخسر، وحسنا يخسر أن يخسر ترامب. أنا أعتقد أن هناك ممكن يكون حالة انفراج في السياسة الأمريكية الخارجية، مع العلم أنه الفروق مش كبيرة بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، لكن بايدن زعيم الحزب المرشح الديمقراطي صرح أنه سيعود إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي. أنا أعتقد هذا سيخفف من حدة التوتر في منطقة الخليج، وسيقلل من نجاحات ومكسب وانتصار إسرائيل من خلال السلام بين إسرائيل والإمارات. دعونا يعني ننتظر. أنا أعتقد نتائج الانتخابات قريبة جدا، العالم كله أنظاره نحو الولايات المتحدة ويريد أن يرى تغيير في السياسة الأمريكية، لأنه هي ممكن تقلل من هذا التوتر في أنحاء المعمورة. طيب سأعود إلى إسرائيل، يعني تحدثنا عن مصلحة إسرائيل كدولة، دعني أتحدث عن مصلحة نتنياهو كرئيس، يعني في خضم أزمات وقضايا فساد. ما هي مصلحة نتنياهو، وهل حقق فعلا مصلحته؟ نتنياهو حاول عمليا من خلال هذا السلام وهذا التوقيع وهذا الظرف الزمني في عز مشاكله وملفات الفساد ضده، استغلال هذا السلام لصالحه بشكل شخصي. هاي أنا أصنع السلام وتركوكم من القضايا الصغيرة مثل الفساد وملفات شرطة وتحقيقات، ها أنا مهتم استراتيجيا في مستقبل إسرائيل. لكن الشعب الإسرائيلي فاهم جدا أن نتنياهو ولا زمنه ومش منتبه لكل هالقضايا حتى لا ينظر. طبعا فرحين في إسرائيل من اتفاقية التطبيع مع الإمارات، ولكن مش مستعدين يأخذوه على محمل الجد مثل اتفاقات مصر، بأهمية الاتفاق السلام مع مصر كم ديفيد أو الأردن أو حتى اتفاق أوسلو. لهذا السبب نتنياهو لم يربح أي شيء من هذه الاتفاقيات، بالعكس حتى أنه إن شفنا اتفاقيات مستقبلية مع السودان مثلا، لا أعتقد أن هذا سيخلص نتنياهو من ورطته ومن محاكمته. لا تتوقف الصراعات والأزمات داخل هذا الائتلاف منذ تشكيله، ولكن مؤخرا تغير مستوى الصراع قليلا ووصل إلى حد التهديدات. فقد هدد رئيس الائتلاف عضو الكنيسة ميكي زوهر المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت بأنه إذا لم يستقيل من منصبه ويلغي لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فإنه سيتم نشر تسجيلات صوتية أخرى إضافة إلى التي نشرتها القناة 12 التلفزيونية يوم الثلاثاء بصوت مندلبليت يهاجم فيها ويشتم المدعي العام السابق شايني تسان على خلفية ملف ضد المستشار في قضية هاربز. وعن دلالات هذه الصراعات وتأثيرها على أداء الحكومة حاورنا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي محمد بجادلي. يعني هو مشهد هزلي في طبيعة الحال، ولا يصطلح أن نستعمل مثل هذه التعبيرات، ولكن هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع. يبدو واضحا حتى أن بنيامين نتنياهو الذي يحرض باستمرار يعني منذ أعوام ضد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، يعني تهرب من الاعتراف وأيضا يعني تحمل مسؤولية مثل هذه التصريحات. نحن بطبيعة الحال نتحدث عن رئيس الائتلاف الحكومي، هذا منصب هام في إسرائيل، له رسميته وله أهميته. وعندما يتحدث ميكي مخلوف زوهر بمثل هذه التصريحات التهديدية لمندلبليت ويهدده بأنه سيكشف تسجيلات جديدة، هذا يعني بأن هناك يعني حالة من التعامل بتهديد وبإجرام أيضا من قبل هذه الحكومة. ولكن لابد
من أن نقول أمر هام جدا. وأنا أعتقد بأنه من المهم أن نعترف أيضا بأن نتنياهو محق. نتنياهو محق عندما يقول بأنه يجب أن يحقق مع المحققين، هو محق عندما يقول بأن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت لديه ازدواجية معايير، هو محق أيضا عندما يصف النائب العام السابق بأنه لديه حالة من عدم المهنية واتخاذ قرارات بشكل غير صائب، ولكنه محق في ذلك فقط في سياق يتعلق في العرب في البلاد والفلسطينيين، وعندما نتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، ولكنه ليس محق بأي حالة من الأحوال عندما يتحدث عن ملفاته. نعم، ذات أفيخاي مندلبليت وذات شاي نيتسان وذات روني الشيخ هم الذين يتعاملون بازدواجية معايير مع الفلسطينيين وفي المستوطنات وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة ومع المواطنين العرب هنا داخل الخط الأخضر، ولكنهم ليسوا بالضرورة يتعاملون بنفس ازدواجية المعايير هذه مع نتنياهو. لذلك نتنياهو يحق عندما يتحدث بمجمل هذه الأمور عن العرب والفلسطينيين، ولكنه ليس محقا عندما يتحدث عن ملفاته، ملفات الفساد. نعم، يقولون يعني يتعاملون بديمقراطية مع الإسرائيليين وبيهودية مع العرب، يعني بما أنه تعريف الدولة يهودية ديمقراطية يفصلون عند التعامل مع اليهود أو العرب. طب سأنتقل إلى يعني شيء آخر أو شخص آخر في الحكومة، وهو كحول لافان وبيني غانتس. قالت صحيفة هارتس عن كحول لافان أنه إن لم تتم حل مشكلة الميزانية في الشهر الحالي فسيبادر إلى تبكير الانتخابات. يعني هل كحول لافان سيبادر فعلا إلى تبكير الانتخابات؟ يعني مع كل احترام لما ذكرتها آرتس، أنا يعني كانت قد أكدت لي مصادر مطلعة في داخل كحول لافان اليوم بأن بيني غانتس ليس مهيئا للقيام بذلك لعدة أسباب، على رأسها بأن هناك بالفعل معسكر يريد الذهاب إلى تبكير الانتخابات، ميكي حايموفيتش ويزهار شاي وغيرهم، ولكنهم ليسوا بالمعسكر القوي الذي يمكن أن يذهب به غانتس إلى هذا المكان. في المقابل هناك معسكر يميل أكثر إلى البقاء في هذه الحكومة، ويميل أيضا إلى استبدال نتنياهو من داخل الكنيست، وهذا لربما يحتاج التعاون مع نواب القائمة المشتركة. هناك صراع داخلي، ولكن غانتس ليس متحمسا بالذهاب للانتخابات. عندما يتحدث بهذه المعطيات وبمثل هذه التصريحات، هو يقصد بالضرورة بأن ينقل ذلك للإعلام لتداوله، ولكن غانتس على صعيد الاستطلاعات واستطلاعات الرأي، على صعيد قوته في داخل الحزب أيضا، ليس مهيئا وليس بتلك القوة للذهاب إلى انتخابات مبكرة. أضيفي لذلك بأن جابي أشكنازي شريك غانتس المتواجد معه في الحزب، يعني عيناه تشخصان باستمرار إلى رئاسة هذا الحزب، وغانتس سيفوت هذه. يقولون إنه الرجل الأقوى في كحول لافان وليس بيني غانتس. صحيح، أضيف إلى ذلك بأن شخصيات وازنة في المجتمع الإسرائيلي وتحديدا لدى معسكر المركز واليسار قد تنضم يعني في حال ذهاب لانتخابات جديدة، وهذه شخصيات أقوى وأكثر تأثيرا من بيني غانتس، على رأسها رون خلدائي رئيس بلدية تل أبيب، وكذلك يعني غادي أيزنكوت رئيس هيئة الجيش الإسرائيلي سابقا. هذه الشخصيات ستزعزع من استقرار وقوة غانتس، لذلك انتخابات جديدة في مثل هذا التوقيت لن تخدم غانتس. غانتس يناور، يحاول أن يضغط على نتنياهو بهذه الأوراق، ويستغل يعني هبوط الليكود ونتنياهو في استطلاعات الرأي لكي يحرجه أكثر فأكثر، ولكن نتنياهو كما يقوم دائما وكما هو نتنياهو سيستغل الوقت حتى 23 من ديسمبر لكي يمرر في نهاية المطاف يعني ما يسمى أو ما يصطلح على أن يسمى الموازنة العامة للدولة، و لأنها ليست موازنة عامة، لذلك أقول ما يصطلح، لأنها بدت يعني غير متماسكة، لأنه سيمرر قانون الموازنة لسنة 2020، وهناك أيضا إمكانية أن يخرج من هذا الاتفاق في شهر مارس في السنة المقبلة في حال لم تمرر الموازنة للسنة المقبلة، أي لعام 2021 عذرا. كل ذلك سيخلق حالة من الارتباك والتخبط لدى بيني غانتس، فلذلك يعني غانتس في أصعب مواقفه السياسية الآن وفي أحلك الظروف لربما. طيب، من كل الجهات هناك شخص آخر ليس في أصعب مواقفه، إنما في أسعد ربما مواقفه السياسية، وهو نفتالي بنت. تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع يعني في شعبية نفتالي بنت. إلى أي مدى يمكن أن يشكل فعلا تهديد على نتنياهو؟ يعني هو يشكل في استطلاعات الرأي، يعني بنت في طبيعة الحال هو ضمن معسكر اليمين، وأنا أريد أن أذكر بقصة بسيطة جدا وقصيرة جدا هي التي تمثل يعني شخصية وقوة بنت.
بنت بعد استقالة أفيغدور ليبرمان من وزارة الأمن خرج على الإعلام هو وشركته أيلة شاكيد وقال بأنه في حال لم يعين وزيرا للأمن سيستقيل من الحكومة وحكومة نتنياهو فعليا ستتفكك. نتنياهو بتصريح بسيط عبر تويتر حمله مسؤولية تفكيك الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل فتراجع بنت. هذا هو بنت، حتى لو حصل على عدد مقاعد كبيرة جدا هو سيبقى ضمن طوع اليمين واليمين المتطرف، وهذا يعني بالضرورة بأنه حتى لو حصل الليكود على أكثر بصوت واحد أو بمقعد واحد من يمينة فذلك يعني بأن نتنياهو هو الذي سيشكل الحكومة وأن بنت سينضوي تحت إطار ولواء هذه الحكومة. يمكن له أن يكون الآن نجما صاعدا ولكن كل ذلك يمكن أن يتغير، ونتنياهو يعرف جيدا كيف يغير القواعد ويغير المعطيات في داخل معسكر اليمين واليمين الإسرائيلي تحديدا، وأن الغضب على نتنياهو هو على خلفية أزمة كورونا وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية، ونتنياهو الذي يراهن على الذهاب لانتخابات في العام المقبل وليس في هذا العام يمكن له أن يقلب هذه المعادلة في حال يعني التوصل إلى لقاح، في حال الاستقرار الاقتصادي مع بداية العام الجديد، وهو يعول على ذلك، ولذلك هو يتعامل مع عامل الوقت على أنه ليس لمصلحته في هذه اللحظة الراهنة. نشر هذا الأسبوع تقرير في صحيفة جلوبوس يشير إلى أن المجتمع العربي استطاع التغلب مرحلياً على انتشار الفيروس وتقليص نسبة العدوى. عن كيفية وأسباب هذا الانتصار المرحلي فقط للتنويه تحدثنا مع بروفيسور بشارة بشارات رئيس جمعية تطوير الصحة للمجتمع العربي. يعني الإغلاق إغلاق كل شيء، واضح أنه نجاحه مضمون الإغلاق، ولكن أنا كنت أقول في كتير أشياء ممكن تنعمل بدال الإغلاق حتى ما نحتاج لإغلاق، وواضح إنه الإغلاق إذا استمر كمان يومين ثلاثة راح يكون نقاش كتير في كابينيت الكورونا، وفي نهاية الأمر راح يبدأ التسهيل في الإغلاق، وبتأمل إنه ما نرجع للوضع اللي كنا فيه. يعني ما الذي يؤكد أننا لن نتجه إلى إغلاق ثالث خلال عام واحد؟ يعني ما هي الدلائل؟ ما حدا بيقدر يعرف. يعني عملياً يعني إذا نأخذ المجتمع العربي بشكل خاص، ذروة الحالات كانت عندنا بأوائل شهر 9، لأنه الأعراس كانت بشهر 8، بدأت الأعراس بشهر 6 7 8، و90% من العدوى في مجتمعنا العربي كانت في الأعراس. فترة الإغلاق الأعراس وقفت، يعني لو وقفت الأعراس بدون الإغلاق كان وصلنا لنفس النتيجة. نعم. فبتأمل أنه في مجتمعنا العربي على الأقل في الأشهر القادمة ما في أعراس، لأنه هيك موسم الأعراس نزل. ثانيا بفكر أنه مجتمعنا وعي أكثر، فهم أكثر، حتى الناس اللي كانت تشك في إشي اسمه كورونا صار يشوفوه حواليهن، صار يشوفوا جاره مريض، قريبه مريض، ابن خالته مريض، فصرنا نشوف المرض عندنا موجود. فبفكر أنه مجتمعنا كمان وعي. جزء من يعني تقليل الأعراس أو إلغاء الأعراس كان بسبب الحجر الإغلاق الكامل، وجزء كان وعي لمجتمعنا، جزء من مجتمعنا بلش يوعي يقول لا ما بدنا نعمل الأعراس، بدنا نأجلها وكل هاي الأشياء. فعمليا إيش راح يصير؟ يعني بعد ما كل الإغلاق يخلص ونطلع من الإغلاق مفروض نتعايش مع الكورونا، نتعلم يعني نتعايش مع الكورونا. بعد قليل يعني تباعا في هذه النقطة ورأيك في خطة الخروج من الإغلاق، لكن قبل ذلك هناك سؤال طبي ربما. يعني هناك أخبار تفيد بأنه قد تم بالفعل تسجيل إصابات كورونا لأشخاص كانوا مصابين، يعني وهو ما لم نسمع عنه في السابق. ما هو الجديد في هذا الجانب؟ واضح انه يعني كل اسبوعين كل شهر راح نسمع اشياء جديده عن الكورونا، فيروس غريب، فيروس صعب، فيروس اللي ما تعودنا عليه، وفيش فيروس بيشبهه 100% لحد اليوم من الفيروسات اللي تعرفنا عليها وكانوا لفتره طويله. ولكن يعني ان نقول بشكل حاد إنه كل واحد صابته كورونا ممكن تصيبه كمان مرة، بأخدش بالمرة مناعة، لا منقدرش نقول هاي الأشياء، بدنا ننتظر ونشوف كمان شوي إيش بتصير في الأبحاث. ولكن الإشي الواضح اللي بيضله بحب أشرحه دايما إنه في علاج بين إيدينا اللي هو الكمامي، اللي هو التباعد الجسماني.
يعني اللي ما بده ينعدى ما بينعدى. إذن اللي يعني بكرر أنا ما بدي أنعدى ما بينعدى. بروفيسور يعني لنشرح للناس كيف سيتحقق ذلك في حال عادت رياض الأطفال وافتتحت أبوابها يوم الأحد المقبل بداية الأسبوع، وهناك معلمين ومربيات من بلدات حمراء وآخرين من بلدات خضراء وسيتخالطون دون شرط التباعد؟ واضح أنه أولاً اللي بدي أقوله أنه اللي جابنا للمرحلة الثانية للموجة الثانية من الكورونا هي مش المدارس، المدارس بس الابتدائية اللي فتحت رياض الأطفال لفترة قصيرة ومش هي كانت السبب الرئيسي، وكل أغلب الباحثين والمعلومات بتفرجي أنه عند الأطفال الصغار فيش عدوى وما بتنتقل بسرعة وما في مرض. مشان هيك أنا بفكر أنه فتحان رياض الأطفال وفتحان المدارس بالتدريج مع نظام تباعد، مع نظام أنه الكمامات يكونوا حتى شفافات للمعلمين وللطلاب حتى يقدر يشوف المعلم يشوف ابتسامتها للمعلم، يعني يكون في تقارب اجتماعي، يعني مع التباعد الجسماني نعمل تقارب اجتماعي. يعني يافا بن دافيد أعلنت معارضتها بشدة وقالت أن هذا لن يتحقق في بداية الأسبوع المقبل. واضح أنه ممكن يأخذ كمان أكم من يوم كمان أسبوع، ولكن في التدريج الإشي لازم مفروض يرجع. المدارس خصوصا رياض الأطفال والابتدائية لحد جيل 9-10 مش مصدر العدوى، والعدوى غير في بعض المحلات، يعني عند في المدارس اللي عند اليهود المتدينين المتعصبين كان في عدوى حتى في المدارس لأنه الاكتظاظ الهائل هناك وفيش بالمرة أي تباعد جسماني أو إشي. ولكن في باقي المدارس العربية وأغلب المدارس اليهودية العادية ما كانت المدارس هي سبب العدوى. هناك في أغلب من دول العالم ما حددوا ما وقفوا المدارس في الصفوف الأولى. هناك من وصف خطة الخروج من الإغلاق، الخطة الإسرائيلية للخروج من الإغلاق، بأنها خطة بطيئة. كيف تصفها أنت؟ واضح انه يعني مش راح انا اللي اقرر، يعني الكابينيت الكورونا في نقاش سياسي كتير. الخروج من الكورونا مفروض يكون معاه مش خروج من كل البلاد، يعني ما نتعاملش مع كل المدن والبلدات كأنها نفس الشيء. البلدات الحمراء مفروض يضل فيها الإغلاق، وإذا ما ضل إغلاق في البلدات الحمراء راح تنتقل كمان مرة باقي البلدات ونرجع لكمان إغلاق، وهذا اللي قلناه من البداية. يعني في بلدات حمراء اللي مفروض يكون فيها إجراءات معينة، ممكن إغلاق ليلي، ممكن تطبيق أكثر للتعليمات، إغلاق محلات معينة، ولكن البلدات الخضراء مفروض تفتح ومفروض المدارس ترجع بالتدريج والأعمال ترجع بالتدريج ونبلش نتعود ونتعلم نتعايش مع الكورونا، مش نتعايش مع الكورونا أن نعيش كأنه فيش كورونا، نعيش كأنه الكورونا موجودة وما بدنا تعدينا. للتكافل الاجتماعي والمبادرات الاجتماعية المحلية قيمة مهمة في محاربة الأزمات، وخاصة أزمة تصيب الجميع كوباء كورونا، فكيف مثلا تحارب بلدة جت المثلث هذا الوباء بقواها الذاتية؟ كان لنا حوارا مع سائد غرة مدير مناوب في مستشفى هداسة عين كارم ومن اللجنة الطبية لمتابعة كورونا في جت المثلث. بالأيام الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى كان عندنا انفراج بالوضع، كنا بالمنطقة الحمراء الآن بالمنطقة البرتقالية كيف بسموها بقضية الرمزور، ونتأمل نكون بالوضع الأصفر. نعم، يعني حدثنا أو شاركنا أستاذ سائد، يعني كيف عملتم، بأي آلية، كيف واجهتم تفشي الوباء في جد؟ صراحة تكونت هناك لجنة طبية تطوعية اللي ضمت جميع صناديق المرضى أو أطباء مختصين من صناديق المرضى عندنا في كلاليبلو وميت محيرة، وبالإضافة لممرضين اللي لهم باع طويل في من ناحية العمل الميداني والعمل التطوعي والعمل برضو في مجال الصحة في المستشفيات. فكانت هاي الطاقم أو هاي اللجنة الطبية تمركزت في العمل على عدة شعبات أو عدة مجالات، إن كان في التحقيق الوبائي،
إن كان في التواصل مع المصابين، إن كان في التواصل مع المؤسسات اللي بتتكل بكل ما يتعلق مع المصابين، إن كان بث برامج فحوصات يومية، وإن كان حث الناس على عمل هاي الفحوصات، عشان المعادلة اللي وضعوا لنا إياها هي معادلة جدا صعبة ومعقدة، اللي بدون أي بند واحد فيها ممكن البلد ضلها باللون الأحمر. فلذلك العمل تبعنا تمركز في عدة مجالات وتشعبات اللي بفضل الله أدت إلى أنه نخرج من هذه الأزمة في هذا الوقت. نعم، إحدى هذه الجوانب أو التشعبات كما ذكرت حضرتك كانت السوشيال ميديا أو مواقع التواصل، التي يعني من خلالها كنتم تنشرون بشكل متتابع ويومي مختلف التحديثات التي يجب أن يتصل إلى المواطنين. أولا من المهم يعني أن تدلنا على الآلية، كيف تابعتم أنتم تقنيا كل التحديثات المتعلقة بالبلدة، وكيف نقلتم هذه الصورة؟ اولا ليس عبثا انه اللجنه الطبيه تكونت من جميع الاطباء الموجودين في كل صناديق المرضى، فمن ناحيه منطقيه كل المصابين اللي بيكونوا في البلدي بيكونوا اما في صندوق المرضى كلاليت او لؤميت او معوحاده، فلذلك عندنا الطاقم الطبي اللي بالضبط لديه كل المعلومات عن كل المصابين. طبعا المصابين بيكونوا فقط الأسماء بأيدي هؤلاء الأطباء، وطبعا من يريد التواصل معنا كان يتواصل بشكل مباشر ونساعده في عدة مجالات. نعم. وأيضا قبل ما يطلع كل الـ 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 الأمور اللي بتتعلق بالآيكون تبع التلفون، كنا بأنفسنا نعمل تحقيق وبائي في عدة محلات وأماكن، نطلع الكاميرات ونشوف مين ممكن يخرج لحجر صحي. أنا بتحدث عن شهر مارس وأبريل قبل ما نتقدم خطوة لقدام من ناحية الآيكون تبع التلفون. فلذلك مع أنه إحنا بنشتغل كل واحد في مجال عمله، يعني أنا بشتغل في هداسة عين كارب، فمعظم الوقت كان منصب لكل شيء يتعلق بالكورونا في جد. ومع هذا الأمل مهم توخي الحذر، فلو انتصرنا مرحليا ومؤقتا على انتشار كورونا تبقى البلدات العربية الأكثر عرضة لموجة كورونا ثالثة إن لم نحافظ على التعليمات. عن هذا الموضوع استضفنا بروفيسور جهاد بشارة مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى بيلينسون. كل إغلاق سواء كان مشدد عام أو محدود له نتائج، بس نتائجه بتكون طبعا دائما مؤقتة. بعد الإغلاق راح يصير كمان مرة زي ما صار بعد الإغلاق الأول، راح ترجع إذا ما كانش في اتخاذ إجراءات كيف لازم لتفادي انتشار الفيروس كمان مرة من قبل الحكومة والسلطات ومن قبل الناس كمان والجمهور، راح ترجع كمان انتشار الوباء بشكل قوي كيف شاهدناه بعد الإغلاق الأول. لذلك الإغلاق هو مش علاج استراتيجي، هو علاج مؤقت جدا. وإذا كان إغلاق كبير ومحكم وعام على كل السكان كيف كان إغلاق الحالي واللي قبله كمان، هو سلاح فتاك اللي زي ما بحكي عادة بقول، وكأنك بتيجي تحارب حشرة في حديقة معينة بقنبلة نووية. انت هذا سلاح فتاك اللي هو يؤذي، ممكن يدمر الفيروس ويدمر الحشرة في الحديقة، بس كمان بعدها تيجي بتتفاجأ وبتتساءل وين الحديقة موجودة صارت، فبتنتهي الحديقة كمان. لذلك لازم اتخاذ الإجراءات بشكل ذكي وبشكل خلاق. يعني الإغلاق لما توصلنا له كان لابد منه على فكرة المرة الثانية، الإغلاق الآخر الأخير الموجود بسبب فشل سياسة الحكومة والسلطات، لأنه لو أتخذوا الإجراءات اللازمة بعد الإغلاق الأول ما كان وصلنا لهي الحالة، واضطرينا نفوت إغلاق آخر عام. نعم. الإغلاق العام يعني يقولون أن الإخفاق الأكبر أننا أتينا أن وصلنا إلى الموجة الثانية دون أن يتحضر جهاز الصحة لموجة ثانية. إلى أي مدى ترى هذا صحيحا؟
صحيح طبعا طبعا. كمان يعني زي ما حكيت السلطات والحكومة فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة. يعني لو كان يعني على سبيل المثال في المجتمع العربي كانت المشكلة الأساسية هي بيوت العزاء والأعراس اللي كانت بشكل يعني انفلات كامل بدون أي رقابة. لو وبعدها يعني اجوا يعالجوها صارت عندنا المدن والقرى العربيه معظمها مدن وقرى حمراء. ولو البوليس والسلطات اللي وظيفتها تحافظ على القانون اتخذت الاجراءات اللازمه وبدون عنف طبعا مجرد اعطاء يعني غرامات جديه كان اوقفوا كل هذه الحالات بدون ما يعطوا ويعملوا عقاب جماعي في حين وقبل الإغلاق الشامل اتخذوا إغلاق ليلي. ونتيجة الإغلاق الليلي اللي بالأساس اللي يعني اللي تضرر من هاي المشكلة أصحاب المحلات التجارية وأصحاب المصالح، بينما الأعراس استمرت في ساعات النهار يعني ما استفدناش شيء. نعم. يعني تفشي المرض استمر وكان في ضرر طبعا اقتصادي أغلب المصالح والمحلات التجارية في الوسط العربي. طب بما أننا بدأنا بالحديث على الوسط العربي، بما أننا بدأنا دكتور الحديث على الوسط العربي، أمس نشر في صحيفة جلوبوس عن القدرة الخارقة ربما للمجتمع العربي باستطاعته التغلب على الفيروس. هل لك أن تشرح لي هذه المفارقة؟ طبعا الناس لما تشوف أنه في ضرر أو في خطر على صحتها ويعطوها تعليمات واضحة شايف كيف؟ راح تتخذ نفس الإجراءات وتلتزم، في حين لما تفهم إنه كيف ممكن تتفادى انتشار الفيروس لما شافت أضراره ومخاطره. بينما لما يعطوا تعليمات يعني متناقضة لحد اليوم يعني مش معروف في يوم الأحد راح يصير. يعني وزارة الصحة بتعطي تعليمات معينة وجامزو البروكتور عنده اقتراحات أخرى وطبعا بنيامين نتنياهو عنده اقتراحات مختلفة. في ارتباك، يعني هل تفتح المدارس يوم الأحد ولا تفتح المدارس يوم الأحد والروضات والمحلات التجارية وإلى آخره. في طبعا ارتباك بسبب انه في تصرف يعني غير عقلاني ومتهور من قبل الحكومه، واغلب القرارات اللي بيتخذوها في الحكومه طبعا هي قرارات سياسيه وغير مبنيه على اسس علميه طبيه، على اسس الابيديميولوجيه اللي ممكن تشرحها للناس وتفهمها وتقنعها. لما الناس تشوف في تعليمات واضحه وصريحه ومبنيه على منطق علمي وطبي راح تلتزم فيها. نعم. سواء كانوا عرب او يهود. نعم. ام لما تكون في تعليمات متناقضه وما لهاش أي منطق، لما يجوا لحقوا إنسان بالشارع أو في منتزه أو على شط البحر لأنه مش حاطط كمامة، طب هاي فيش فيها أي منطق علمي وطبي. بينما كان لازم مفروض البوليس والشرطة تيجي تلاحق الناس في الأماكن العامة المغلقة، في المواصلات العامة المغلقة اللي مش حاطط كمامة، هناك في حاجة لإجراء الاتخاذات الصارمة فعلا. نعم. وهي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن إحنا بعد الإغلاق كناس، يعني خلينا نترك الحكومة فيش منها خير على ما يبدو هاي الحكومة، ولذلك إحنا كناس اللي بهمنا طبعا صحتنا وصحة أحبائنا لازم نتخذ الإجراءات اللي هي بتهم صحتنا ومستقبلنا. نعم. لذلك نأخذ الأمور بأيادينا، أهم شيء الناس تحافظ على البعد الجسدي وتحافظ على خاصة في الأماكن المغلقة وإنها تحط الكمامات في الأماكن المغلقة. عدا عن هيك يعني وهي الأساس في منع انتشار الوباء بشكل يعني غير مسيطر عليه. الوباء راح يظل بعد الإغلاق طبعا، وراح حتى لما تكون في التزام في الكمامات وبشكل جزئي راح يظل موجود الوباء حتى تصير سواء كان تطعيم أو مناعة القطيع وهي صعبة جدا تصير، أو التطعيم بعد كم من شهر. سياسات التمييز الحكومية ضد المجتمع العربي تطال أيضا وحدة التخطيط والبناء. حتى اليوم لا تسمح الحكومات للبلدات العربية بالتوسع وفقا لاحتياجاتها رغم المصادقة على خرائط تفصيلية وإضافة عشرات آلاف وحدات البناء للبلدات العربية. عن أسباب هذا الإجحاف وحلول محتملة تحدثنا مع حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل. المجتمع العربي برمته كل سنة بحاجة إلى 10,000 وحدة سكنية جديدة أو شقة جديدة، هذا رقم أكيد.
الآن يعني ما هو يعني هل يمكن أن نقول أن 150 ألف عائلة عربية بدون بيت؟ هذا أمر غير صحيح، ولكن عادة التخطيط يضمن عدد سنوات إلى الأمام أن تتوفر الحلول السكنية للمواطنين. فإذا أخذنا يعني إلى الأمام 5 سنوات نحن بحاجة إلى 50 ألف وحدة سكنية، 10 سنوات 100 ألف وحدة سكنية. الصحيح والأكيد هو أنه التقصير في الماضي عن إعداد مخططات هيكلية تستبق الأزمة خلق وضع اللي فيه الآن هناك اختناق في البلدات العربية، ولا توجد كفاية من المساحات الصالحة لبناء المزيد من الحارات الجديدة التي تستوعب الزيادة السكانية في البلدات. نعم، وهنا السؤال، على من تقع المسؤولية في عدم توفر هذه الوحدات السكنية؟ هل أيضا السلطات المحلية يعني العربية تتحمل مسؤولية في ذلك؟ إذا كنت تريد مني أن أوزع المسؤولية فأنا أقول 80% على الأقل من المسؤولية تقع على كاهل السلطة المركزية، لأنها هي التي تتحكم بلجان التنظيم وبسياسات التنظيم والبناء وبتخصيص الأراضي وبتوسيع المسطحات. وربما يطال السلطات المحلية والمواطنين يعني القضايا أو المشاكل الذاتية 20% من المسؤولية. في نهاية المطاف السلطات التنظيم والبناء التي تمتلكها وزارة الداخلية والحكومة هي المطلوب منها أن تخصص الميزانيات من أجل إعداد المخططات الهيكلية، وبعد ذلك أن تبذل الميزانيات من أجل تجهيز البنى التحتية من شق شوارع وتوصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي، حتى يمكن ترجمة هذه المخططات إلى بناء حقيقي. ما نسمع عنه من يعني كثرة ووفرة في الوحدات السكنية في السنوات الأخيرة ومصطنع. صحيح أنه يصادق على مخططات تحتوي على آلاف مؤلفة من الشقق السكنية أو من الوحدات السكنية، ولكنها على الورق، والعائلات ليس باستطاعتها أن تسكن في بيوت على ورق، وإنما بحاجة أن تبنى هذه البيوت في حارات يتم تجهيز البنى التحتية فيها، وهذا ما لا تتوفر الميزانيات ولا وزارة الإسكان ولا غيرها من الوزارات الميزانيات الكافية للبلدات العربية حتى تقوم بتجهيز وتنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع. ومن هنا يأتي هذا النقص وتأتي هذه الحاجة الماسة. نعم، نحن يعني سيد حنا نحن نعرف بأن الحكومة الإسرائيلية يعني تتبع وسياستها في عدم توسيع البلدات العربية وتوسيع البلدات اليهودية على حساب الأراضي العربية، ولكن هناك من يقول بأن الحكومة وضمن خطة 922 خصصت 1,200,000,000 شيكل للتخطيط والبناء ولم يتم استخدام سوى 200,000,000 شيكل من قبل السلطات المحلية، فما تفسيرك لذلك؟ هناك صحيح يعني تم تخصيص ميزانيات وتم استغلال جزء من هذه الميزانيات بشكل رشيد وبشكل طيب وإيجابي، ولهذا توفرت الآلاف من الوحدات السكنية على الورق أو ضمن خرائط تمت المصادقة عليها. ولكن أقول لك بأنه حتى تخصيص هذه الميزانيات أحيانا يصطدم بمشاكل على أرض الواقع. مثلاً لا يتم تحرير أموال لاستكمال المخططات ما دام هناك بناء غير مرخص، وهذا البناء غير المرخص لا توجد له حلول. ولذلك يعني ما دام يوجد لدينا الألاف المؤلفة من البيوت غير المرخصة فتمنع الميزانيات نتيجة لذلك، وهذا يؤدي إلى أنه لا يوجد استغلال كامل للميزانيات، وهذا ما تريد أحيانا بعض الوزارات أن تطبل وتزمر، لأننا نخصص الميزانيات ولكن السلطات المحلية لا تحسن استغلال هذه الميزانيات. هذا يعني خطأ وهذا غير دقيق وهذا غبن، لأنه البناء غير المرخص الذي يعرقل المصادقة على مخططات جديدة هو نتيجة لتقصير السلطة
في السنوات السابقة. نعم. إذن يعني ما هو الحل؟ نحن إذا أخذنا على سبيل المثال لوادي عارا، نشاهد بأن يعني مدينة حريش تتوسع شيئا فشيئا وتلتف حول البلدات العربية في وادي عارا. فما الحل للأزواج الشابة هنا؟ يعني هل الانتقال ربما والعيش في مدن مختلطة مثل حريش؟ يا سيدي، انه نقول انه لو استثمرت السلطه الحكومه 10% في منطقه وادي عاره مما استثمرته في حريش لحلت كل مشاكل التنظيم والبناء في وادي عاره، بمعنى انه يوجد هناك تباين، يوجد هناك تمييز في تخصيص الميزانيات الكافيه للبلدات العربيه، انه شح في المخططات. وحتى لو تغلبنا على هذا الشح في السنوات الأخيرة بشكل جزئي وتمت المصادقة على كثير من المخططات، ولكن تنقص الأموال من أجل تنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع. لا يكفي أن تصادق على مخطط وأن تطبل وأن تزمر بالذلك كما يجري الآن، وإنما يجب أن تصرف الملايين من الميزانيات الحكومية حتى تطور البنى التحتية، حتى يمكن بعدها استصدار رخص بناء وإتاحة الفرصة للمواطنين أن يسكنوا في هذه البيوت. وهذا حقيقة ما يجري في حريش. الحكومة تستثمر الأموال وتقوم بشق الشوارع وبتوصيل البنى التحتية لكل الحارات الجديدة، وعندها يمكن ترجمة أو استغلال الميزانيات التي تبذل بشكل مباشر في بناء شقق سكنية وفي بيع هذه الشقق السكنية للعائلات. أنا أقول بأنه مطالبتنا الأساسية هي بتطوير البلدات العربية، بتوسيع مسطحاتها. نحن نريد حلول سكنية داخل بلداتنا، ولكن أيضا هذا لا يمنع أبدا أن يقوم المواطن العربي مثلا من وادي عارة بشراء شقة سكنية في حريش أو أكثر من شقة سكنية، أن يستثمر أمواله في هذه الشقق السكنية وكذلك في المدن المختلطة. لا ضير في ذلك أبدا. وصل عدد من العائلات العربية التي تضررت بيوتها من جراء الحريق الهائل الذي شب يوم الجمعة الماضي في جبال الناصرة إلى الفنادق القريبة بعد أن تم إجلاؤها من بيوتها التي دمرها الحريق. واستمر الحريق بالتوسع طيلة يومي الجمعة والسبت إلى المناطق المجاورة باتجاه البلدات العربية، ليصل الخطر إلى مشارف الريني والمشهد وإكسال ودبوري. فكيف واجهت البلدات هذا الحريق؟ وما أهمية التكافل الاجتماعي في هذه الظروف؟ كان لنا حوارا مع كاي الظاهر الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإنقاذ والإطفاء، ودكتور شكري عواودي نائب رئيس بلدية نوفا جليل. جاءت يعني أعمال الإطفاء والإنقاذ منذ ساعات الصباح، تم إخماد بشكل نهائي لكل المنطقة التي اشتعلت فيها النيران في نوفا جليل، وذلك بعد أكثر من يومين. عملنا بجهود مكثفة طبعا مع سيارات وطواقم إطفاء كثيرة إلى جانب الطائرات، وأعتقد أن الحريق من ورائنا، ولكن في نفس الوقت لازلنا على استعداد تام. هنالك نقاط في تلك المنطقة لا تزال تتواجد طواقم تحسبا ل يعني لا 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 تجدد الحريق في حالة يعني أحوال الطقس أو هبوب رياح أخرى شديدة كما حصل يوم الجمعة. الحريق كان كبير بالفعل، ولا شك بأنه الطواقم عملت بجهد كبير أيضا من أجل إخماد الحريق. عملنا خلال ساعات الليل أيضا يوم الجمعة ويوم السبت وحتى ساعات هذا الصباح، وأعتقد أن الحريق من ورائنا. وفي نفس الفترة أيضا قمنا بإخماد يوم الجمعة أكثر من 250 حريق في جميع أنحاء البلاد. نعم. طيب دكتور شكري، أنتقل إليك. كيف حال السكان الذين يعني هربوا أو فروا من أماكن سكناهم؟ أولا السكان تم إخلاءهم بتوجه بلدي للمجلس البلدي وإدارته، مثلا بالرئيس رونين بلوت ونوابه الثلاث، ونحن جزء من هذه الإدارة البلدية. قمنا بإخلاء 5000 مواطن وهم يشكلون 10% من السكان من بيوتهم، بدءا في منطقة تسمى ماريو ريزنيك أو المنطقة المتاخمة لغابة على اسم تشرشل، حيث اندلعت النيران يوم الجمعة في ساعات الصباح ووصلت ذروتها حتى الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر. ولكن سرعان ما وصلت النيران والدخان الكثيف والشوائب الدخانية المنطلقة والغازات
وتعكير الجو إلى منطقة ابن بيتك الشمالي، أي منطقة كيشون، تابور، نوف تابور، هاكاي، واندلعت النيران أيضا في المنطقة المتاخمة بين الريني ونوف هاكاريل. وبالتالي أؤكد ما قاله الأخ كايد أن طواقم الإخماد النيران والإسعاف الأولي قامت بدور كبير جدا، إلى جانب إدارة مرتبة جدا ومن قبل المجلس البلدي الذي أقام ما يسمى حمال غرفة طوارئ بالتعاون مع القوى المذكورة. وبالإضافة إلى ما ذكرتموه بالتقرير، 800 متطوع عربي، وهنا أريد أن أشيد بهم وبسواعدهم الذين ساعدونا على عملية الإخلاء، الذين جاءوا من كافة المدن والقرى المحيطة بنوف هاكاريل. وكان هناك مشهد يثلج الصدر عندما طري العربي واليهودي متكاتفين من ضد ظاهرة الحرائق التي انتشرت. نعم. من ناحية أخرى لابد من الإشادة أن بعض مركبات المشتركة جاءت وقدمت الدعم والرزم، وسمعنا ذلك بالتقرير. الحركة الإسلامية الجنوبية، الجبهة يوم السبت ب 500 طرد، الإخوة في التجمع جاءوا، الإخوة في العربية للتغيير تواصلوا معي ومدوا يد العون، ليس فقط لنوف هاكاريل وإنما أيضا لعين ماهل والإكسال والمناطق المتضررة. كان بودنا وأقولها بكل مسؤولية أن يأتي وفد مشترك للمشتركة بكل مركباتها، لكي يرى الناس أن الوحدة بالشارع تنعكس على الوحدة بالقيادة، وهذا نداء عبركم أن يعملوا جميعا كوحدة وقوة. هو دور القيادة فعلا والتكافل الاجتماعي أيضا مهم في هذه الفترة. دكتورة شكري عواودي، نائب رئيس بلدية نوف هاكاريل، شكرا لك. أعود إليك سيد كايد، هل عرفت أسباب الحرائق اليوم؟ يعني قبل التعرف أو الحديث عن هذا الموضوع أخت مريم، أنا أريد يعني كمان مرة وأقول بالفعل يعني نحن واجهنا حريق كبير جدا، حتى كما سمعت من ضباط يعني صار لنا أكثر من 20 سنة في الإطفاء والإنقاذ، أنه ما كان حريق بهذا النوع بهذا الشكل، وبذلك كانت هناك خطورة كبيرة جدا حتى على رجال الإطفاء الذين يعني دخلوا واقتحموا النيران من أجل تخليص عالقين، ومن أجل والهدف كان بالنسبة لنا هو منع لا سمح الله وقوع ضحايا أو إصابات، وهذا بالنسبة لنا مهم جدا، وأقولها بصراحة بالمال ولا بالعيال. وبالتالي هنالك يعني أتوجه بالشكر لجميع رجال الإطفاء والقيادة التي واكبت هذا الموضوع منذ بدايته، وأنا كنت طبعا هناك موجود، وبالتالي الأكثر من ذلك كنت وكانوا على اتصال رؤساء المجالس المحلية المحيطة، والتي وصلت النيران إلى مناطق في نفود كدبوريا، كأيضا عين ماهل، ككسال وإلى آخره، وبالتالي كنا على شراكة دائمة من أجل التصدي لألسنة النيران، وهذا ما تم بالفعل طبعا إلى جانب الدكتور شكري. نعم. وأيضا كل ما من تواجد في نوف هاكاريل. الآن نحن نتحدث عن نعم يعني نشكر الأسباب، نحن قمنا حتى نعم تفضلي تفضل مريم. نعم تفضل. أنا أقول يعني هنالك طاقم تم تعيين طاقم تحقيق خاص من أجل التحقيق في هذا الحريق، ولا شك إنه هذا التوصيات ستصدر خلال أو سيتم بلورة وتلخيص التوصيات خلال الأيام القادمة، وسنعرف ما هو السبب لهذا الحريق كما يجري في الحرائق الأخرى كما حدث في منطقة أم القطف ومناطق أخرى. بالتالي يعني المهم بالنسبة لنا حاليا كما قلت المال ولا العيال، هذا بالنسبة لنا كان مهم، ولكن الأهم من ذلك هو إنه علينا أن نعي ماذا يحصل في يعني في مثل هذه الأحداث على المواطن، وأتوجه عبر قناة مستوى إلى كل مواطن في المجتمع العربي وفي البلاد أن يعي وأن يأخذ الحيطة الحذر والانتباه، وأن يعني يفكر بماذا قد يحصل إذا لا سمح الله كان هنالك حريق مثل هذا النوع. 70% أو 80% مريم من الحرائق تحصل بسبب يعني بسبب العامل البشري. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحوصلة، تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.